شوف يعني باش نتفاهموا، يعني اولا من لا يشكر الناس يعني لا يشكر الله يشكر الله. الكثير من الشباب والكثير من الهيئات النظاميه والجمعيات اللي راهي موجوده الان، انت كنت تلاحظوا بعد خروج المشجعين من الملعب الكثير من الجمعيات بدات العمل تاعها من اجل تنظيف الملعب. هذه مبادره يعني جيده ويعني مستحسنه. شفتوا الجمهور، حتى السلوك نتاع الجمهور الجزائري تغير، يعني تغير كثيرا نحو الاحسن. نظن يعني رانا حقيقه في جزائر جديده.